زي ما قلت لكم يعني كلام كتير ممكن تسمعه من الناس كلها، بس هتلاقي الكل متفق ان الزمالك فعليا وحرفيا يستحق استحقاق كامل هذه البطولة باجتهاد لاعبيه، بإدارة جيدة، بجهاز فني، جهاز فني بقيادة فيريرا غير من كل شيء في فريق نادي الزمالك. أبطال نادي الزمالك، أبطال الدوري المصري الممتاز للمرة الـ14 في تاريخ نادي الزمالك، للمرة الثانية على التوالي. تعالوا نشوف قالوا إيه لبرنامج رقم 10 ونرجع نكمل كلام. الحمد لله، هي فعلا هي الماتشات كلها صعبه، يعني الماتشات كلها شبه بعض الصعبه، والحمد لله احنا زي ما قلت لك احنا معانا لعيبه رجاله، ومن اكبر واحد لاصغر واحد انا بشكرهم طبعا، والحمد لله نقدر نسعد الجمهور ده تاني. طبعا زي ما بقولوا لعيب رقم واحد الجمهور، طبعا انا حابب اشكرهم على الدعم اللي معانا من اول الموسم لاخر الموسم، والحمد لله قدرنا نفرحهم ان شاء الله ومن مزيد باذن الله. حابب تقول الكابتن فريرا وازاي فرق معاكم على مشوار؟ لا اكيد اكيد الراجل يعني ما بخلش نقطه عرق معانا من اول الموسم لاخر الموسم، والحمد لله احنا ساعدناه واللي كان بيطلب مننا كنا بنعمله، والحمد لله على كل شيء. جماهير كتير مستنياكم في 100 عقبه دلوقتي، تحب تقول لهم ايه بمناسبه الفوز؟ احب اقول لهم الف مبروك وافرحوا ان شاء الله، وان شاء الله عقبال البطولات الجايه باذن الله. يمكن احنا مشينا بصورة الاول ما كناش ماشيين كويس، الجمهور ما تخلاش عننا ولا مجلس الاداره، وطبعا البركه انا بقول كلها في مستر فيريرا اللي خلق الروح التنافسيه، طبعا طبعا خلق روح تنافسيه ما بين اللعيبه، يمكن كل واحد خايف على مركزه ومحدش ضامن مركزه، وهو ده اللي في الاخر عمل المستوى اللي احنا شفناه ده، والحمد لله كان لنا بطوله الدوري الحمد لله. جماهير الزمالك مستني كتير في 100 عقبه، تحب تقول لهم ايه؟ اكيد طبعا، يعني هو دي اللعيبه كلها شايفه ان الفرحه بالبطوله بيبقى عامل ازاي، وفرحه الجمهور بيبقى عامل ازاي، فاكيد نفسنا كلنا نفضل نفرح. انا بقول كل حاجه انت عايز تقولها. شيكا يعني شايف شيكا كان عامل دور مهم جدا في طبعا 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 بقول له طبعا ان شاء الله تفضل معانا على طول كده وتفضل مجمعنا، وان شاء الله باذن الله نفرح بطولات جايه كتير ان شاء الله مع نادي الزمالك ان شاء الله. الحمد لله فضل من عند ربي، وان شاء الله القادم افضل باذن الله. كانت المباريات صعبه والدوري صعب، بس كان عندكم امل وروح ان انتوا تكسبوا الدوري؟ الحمد لله ده شغل كل الناس، الحمد لله ربي وفقنا في الاخر وكفانا بالدوري الحمد لله. كابتن فريرا فرق معاكم ازاي وتحب تقول له ايه النهارده؟ والله كل واحد في النادي يشتغل في شغله صح، عشان كده ربي كرم. الحمد لله مبروك على جماهير الزمالك في جميع انحاء العالم، مبروك عليهم البطوله هذه وكما قبل الكاس، وان شاء الله نعودهم مزيد من التالق والتتويجات، خاصه لنادي الزمالك يعني القدر نتاعه هو الالقاب. الدوري هذا عنده طعم خاص، خصوصا اللي احنا مرينا فترات فراغ يعني في نص الموسم، ويمكن فما برشا ناس ما يامنوش بينا، قالوا ممكن ما مستحيل ياخذوا الدوري، هذا هو الطعم الحلو يعني، كي تحس في اخر الموسم اللي انت بطل تحسه يعني الطعم حاجه حلوه. اللي نتصور اللي يعني كابتن فيرينا يعني اللي يتدرب معاه وما يتطورش ما يتحسنش العيب فيه هو مش من الكابتن، عشان يعني ما شاء الله يعني لما يشوف لاعب يعرف خصال القوه نتاعه والقوه والضعف نتاعه ويشتغل عليهم في التمارين، وكابتن فيريرا اشتغل برشا على الجانب الذهني اللي هو اهم حاجه بالنسبه لي انا اللاعب، وراجل يعني متينه الكبار. هذه الفوز لاسرتي والناس اللي يحبوني الكل وجماهير الزمالك العظيم. مبروك لجمهور نادي الزمالك، تستاهلوا كل البطولات وعقبال اللي جاي ان شاء الله. نشكر البروف على كل حاجه وعلى الفرصه، وان هو خلانا الناس تعرفنا دلوقتي وبتتكلم علينا.